بعموم الشعب المصري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، وبالطبع جمهور النادي الأهلي العظيم الشريك الحقيقي والسند الدائم للنادي الأهلي في الأتراح قبل الأفراح زي ما بنقول. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مطولة الحقيقة، انتهت مع أذان المغرب، وبذا فهي جلسة مستمرة سوف يستكمل فيها نقاش العديد من القضايا وجدول الأعمال في الجلسة القادمة إن شاء الله. الحقيقة إنه من الموضوعات المهمة التي نقشت في هذه الجلسة موضوعين مهمين. الأول يتعلق بالرؤية الإعلامية، بمنظومة الإعلام التابعة للنادي الأهلي في ظل هذا التطور الهائل الحقيقة في الإعلام، سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام البديل. مجلس الإدارة اللي بيضع الخطة الإعلامية لمنظومة النادي الأهلي الإعلامية المتمثلة في ثلاث الحقيقة مراكز أو في ثلاث يعني أماكن مهمة، هي المركز الإعلامي للنادي ومجلة النادي الأهلي بالإضافة لقناة النادي الأهلي. قرر مجلس الإدارة أو كلف مجلس الأمناء بمتابعة هذه الاستراتيجية والمساعدة في وضع الرؤى ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع مع المنظومة كاملة، سواء المجلة أو المركز أو القناة. حضراتكم عارفين في مجلس أمنا لإعلامي كان مسؤول عن وضع استراتيجيات القناة، مكون من الأستاذ حامد عز الدين ودكتور محمد العدل والمبدع أيضا هشام جمال، بالإضافة لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس المجلس. المجلس قرر النهاردة أن يضم الدكتور عادل كريم لمجلس الأمنا، ويصبح المجلس مسؤول عن متابعة الرؤى والاستراتيجيات اللي بيضعها مجلس الإدارة فيما يتعلق بمنظومة النادي الإعلامية والتنسيق مع الجهات الثلاثة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، خصوصا الإعلام طبعا مش بس أصبح مؤثر، لأ ده بيخلق له أرضا يؤثر فيها ومن فترة كبيرة، ودايما النادي الأهلي حريص على أنه يبادر ويزود الحقيقة كل المعنيين بمتابعة أخبار النادي الأهلي بأخباره من خلال هذه المنصات الثلاثة، القناة والمركز الإعلامي أو الموقع الرسمي وأيضا مجلة النادي. فبنتمنى التوفيق لمجلس الأمناء في المرحلة المقبلة وللمنصات الثلاثة بكل أبنائهم. الحقيقة في عناصر كبيرة جدا ومخلصة بتعمل في القناة وفي المجلة وفي المركز الإعلامي، وعليهم عبء كبير إن شاء الله في المرحلة المقبلة. ده فيما يتعلق بالموضوع الأول. الموضوع الثاني هو موضوع الحقيقة يعني زي ما بيشغل جمهور الأهلي، أحيانا بنتابع بعض التعليقات يتصور من خلالها أنه مجلس الإدارة يعني لا يعيش اللحظة والحالة وما يعرفوش أنه مهموم ويتابع عن كثب أكتر بكتير مننا كجمهور. مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة الألعاب الرياضية بشكل عام والنشاط الرياضي بشكل عام بالإضافة لكرة القدم بتسيطر على معظم مناقشاته وعلى جدول أعماله في وقت كبير جدا. فعشان كده النهاردة تم استدعاء الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي اللي كان جاهز وقدم الحقيقة تصور بأداء وبعمل وبنجاحات النشاط الرياضي في اللعبات المختلفة. عندنا مشكلة عندنا مشكلة هنقول لحضراتكم عليها والمجلس يعي لها جيدا وبيعمل على حلها من خلال وضع الأطر والتصورات والحلول غير التقليدية. خلونا نقول لحضراتكم بس علشان الناس اللي بتهاجم الحقيقة يعني انه في تراجع في ألعاب معينة بعينها، واحنا متفقين انه ده حقيقي زي ما قلنا بالذات في السلة واليد وهنتكلم الحقيقة ان قطاع تنس الطاولة على سبيل المثال، نقول لحضراتكم انه رجال وسيدات الفريق الاول رجال لتنس الطاولة بيسيطر على كل البطولات العربية وكأس مصر والدوري العام، وكمان في قطاع الناشئين والناشئات محقق المركز الاول في بطولتي الجمهوريه ومنطقه القاهره ما عدا مرحله واحده فقط اللي هي 12 سنه حقق فيها المركز الثاني. كمان بدا يظهر عندنا براعم ممتازه في سن مميز زي اللاعبه هنا ايمن حسن جوده، ودي لاعبه منتخب مصر تحت 12 و15 سنه وحصلت على المركز الثاني في مسابقه فرد البرعومات تحت 12 سنه في بطوله العالم التي اقيمت باسبانيا 2018، وعلى المركز الاول في بطوله افريقيا بغانا للناشئات تحت 15 سنه، ودي تعتبر اصغر لاعبه الحقيقه، وتم تحقيق رقم 6 على العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاوله مايو 2019. فقطاع التنس الطاوله ماشي الحقيقه على خير ما يرام. كذلك قطاع التنس الارضي يعني عموم رجال وسيدات وفقا للائحه الحقيقه الدوري العام الصادره من الاتحاد المصري للتنس الارضي موسم 2017 2018، فالنادي الاهلي محقق كاس المركز الاول عموم رجال
وده على فكره المره الاولى من 20 سنه، وتحقيق المركز الاول عمومي سيدات للسنه الثانيه على التوالي، وتحقيق المركز الاول لدرع مرحله عمومي رجال وسيدات. الاسكواش الحقيقه نفس المنوال والقطاع الناشئين والناشئات في الترتيب العام متقدم عن الموسم الماضي وحقق المركز الثاني، اما رجال وسيدات العمومي فحقق المركز الثالث في هذه المرحله ودخل الحقيقه ضمن المراكز الثلاثه الاولى متقدما عن المواسم السابقه من عام 2009. وعندنا مجموعه من اللاعبين المتالقين اللي ليهم الحقيقه مستقبل واعد زي كريم سامي عبد الجواد ومصطفى عسل وامنيه محمد عرفي. كمان العاب القوى، حضراتكم عارفين انه النادي الاهلي له السيطره كامله على هذا القطاع على مستوى الجمهوريه، وبيواصل الحقيقه تربعه على جميع البطولات المحليه سواء كانت بطولة الجمهورية أو بطولة المنطقة وتحقيق المركز الأول في جميع البطولات. وعندنا أرقام قياسية إن شاء الله هنشرها على الموقع الرسمي لأنه عدد كبير من اللاعبين ومحققين إيه في كأس العالم للقارات، في البطولة الأفريقية للكبار، في دورة الألعاب الأفريقية للناشئين، في البطولة العربية للكبار بالأسماء وبالتفصيل. يعني الحقيقة لعيبة، يعني أنا أود إني أقول أسمائهم كلهم سواء مصطفى محمد هشام الجمل، محمد مجدي حمزة، أسامة حسين أحمد، مصطفى محمد هشام الجمل، إسلام مسعد أبو السريع، حسن محمد عبد الجواد. القائمة طويلة الحقيقة رجال وسيدات محققين أرقام عالية جدا، وقطاع ألعاب القوى في سيطرة تامة للنادي الأهلي، أيضا في سيطرة تامة للكاراتيه، كل بطولات الجمهورية والمنطقة وتحقيق المراكز الأولى أيضا. وعندنا لاعبين ولاعبات يعني واعدين زي جيانا محمد فاروق الحقيقة في الدوري العالمي كان في المغرب، آسر خالد الحجاوي 16 سنة وده حقق المركز الثاني أيضا في الدوري العالمي كوموتيه في قبرص. وبالتالي النادي الأهلي مسيطر على كل اللعبات الفردية والجماعية، أيضا الجمباز، ألعاب الماء، السباحة القصيرة، كلها النادي الأهلي محقق فيها كاس بطولة الجمهورية العام ل 2018-2019. فبالتالي بالأرقام النادي الأهلي يتصدر كل اللعبات الفردية والجماعية. نيجي للمشكلة الكبيرة اللي مأرقة مجلس الإدارة ومأرقة جمهوره وهو السلة. وفي مشكلة، في مشكلة، ومجلس الإدارة الحقيقة منزعج جدا من هذا الموضوع وبذل جهد خرافي واستعان بكل الخبراء ودرس الموضوع من جميع جوانبه، وبيعكف الآن على وضع خطة واستراتيجية بالتعاون مع خبراء اللعبتين السلة واليد والنشاط الرياضي لتحقيق أمال وطموحات الجمهور، وعشان كمان يكون عندنا فرق أولى في السلة واليد تليق باسم النادي الأهلي. احنا في وقت من الأوقات كان فريق اليد متصدر وكلنا بنذكر الجيل العظيم بتاع ياسر نبيب وخالد العوضي وجوهر نبيل وسامح عبد الوارث، هاجيل اللي ما يتكررش، لكن كمان كلنا ملء الثقه في جيل كره اليد الحالي. في مشكله بتصلح ان شاء الله، وايضا الفريق الاول لكره السله. علشان كده المجلس الاداره اعتبر نفسه في حاله انعقاد دائم وهيناقش مره اخرى مع اداره النشاط الرياضي والكابتن رؤوف عبد القادر الخطه والرؤى المتعلقه بتطوير قطاعي كره السله وكره اليد. كل أمنيات الطيبة إن شاء الله للنادي الأهلي في كل اللعبات وفي الدوري العام لكرة القدم اللي هيخوض مباراة مهمة اليوم أمام سموحة في هذه المنافسة الصعبة. كلنا ثقة إن شاء الله بإذن الله في الجهاز الفني وفي لاعبي الفريق الأول. كابتن محمود الخطيب بيفطر في النادي عشان يستكمل اجتماعاته مع النشاط الرياضي وبعض أعضاء مجلس الإدارة اللي معهم ملفات مختلفة، ثم يتوجه إن شاء الله لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري العام. أشكر حضراتكم ودائما النادي الأهلي في المقدمة.